طيب احنا دلوقتي هنعمل هن connect 3 LANs عبارة عن 2 hub، يعني LAN الأولى فيها hub واللان التانية فيها hub واللان التالتة فيها A switch، بس عشان أعمل لهم connection لازم يبقوا كلهم برضو نفس الكلاس. فأنا عندي هنا الشبكة الأولى LAN الأولى المربوطة بالهب هي كلاس A أهي 10.10.10.2 ماشي، وعندي هنا الشبكة التانية 10.10.20.1 خلاص. فهعمل الشبكة التالتة كمان هتبقى كلاس A اللي هي مربوطة بالسويتش. هبتدي اخش اغير ال IP configurations بتاعتها. اكونكتها هنا بجهاز رابع. تمام، هبتدي ان انا اخش هنا اغير الاي بي ادرس بتاعي او اعمل اي بي ادرس نفس الكلاس. هقول له 10.10.30.1 عشان يبقى كله نفس الكلاس. الجهاز التاني الاي بي ادرس ten dot ten dot thirty dot two. بعد كده الجهاز التالت ten dot ten dot thirty dot three. تمام، الجهاز الرابع config fast ethernet هيبقى 10.10.30.4. تمام، طيب عشان اكونكت بقى الهب والسويتش. تمام، ممكن استخدم هنا الايه الاوتوماتيك كابل. اوكي كونكت، اي كونكت على طول، او هستخدم اللي هو الكروس اوفر. تمام، بس لسه هنا العلامة دي المفروض هتبقى اخضر، يعني اول ما تبقى اخضر يبقى كده كونكتد. خلاص ماشي، طيب اهو كده كونكتد ماشي. انا هنا عملت ايه؟ انا عايزه اتاكد ان كلهم كونكتد ببعض، الثلاث شبكات كونكتد ببعض. فدخلت على الجهاز اللي هو في الشبكه الاولى ماشي، وكتبت الاي بي ادرس بتاع الجهاز في الشبكه الثالثه اللي هي فيها سويتش. المفروض ان الشبكه الاولى دي فيها هب، وكمان في شبكه في النص اللي هي فيها هب. تمام، والشبكه الاخيره اللي هي الكونكتد اللي هي الايه سويتش. فكتبت اي بي ادرس لجهاز من الاجهزه اللي موجوده في الشبكه الثالثه اللي هو ايه، كتبت له امر بينج 10.10.30.1. ففعلا هنا الحمد لله ايه كونكتد، مفيش مشاكل. ما دام اداني كده ان هو ايه اللي حصل، الباكتس بتاعتي 4 اللي هي اتبعت لها سيند وريسيف 4 واللوست 0. ممكن لو ممكن واحده منهم مثلا يبقى فيها ريكوست تايم اوت او اتنين والباقي اتبعته، بس برضو هو كده الحمد لله الكونكشن تمام ما فيهوش اي مشاكل. تمام كده، في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب طيب يبقى انا عشان اكونكت اجهزه او لان على نفس الليفل، يعني انا عندي مثلا لان، اللان دي هتبقى هربط تول هب ببعض او تو سويتش ببعض، لازم تبقى نفس الايه نفس الكلاس. طب لو هربط بقى تو هب بسويتش او تو سويتش بهب، لازم برضو يبقى على نفس الايه نفس الكلاس. طيب
لو انا بقى حبيت اربطهم براوتر عادي، الراوتر بقى ممكن يبقى واحده كلاس A، واحده كلاس B، واحده كلاس C. هنشوف مع بعض دلوقتي الراوتر كمان هنشتغل عليه ازاي او هنعمل ايه فيه ايه. تمام كده؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب.